باركتي لنور؟ أكيد طبعاً. آه ما باركت لهاش على السوشيال ميديا. ليه؟ في ناس استغربت إنه ما علقتي على السوشيال ميديا. لأن دي بنتي أنا وهي بنتكلم كل يوم 50,000 مرة، فمش محتاجة إن أنا في حاجات أنا بحب إنها تبقى برايفت بينا. يعني لما أشوف صورة حلوة ليها أقول لها gorgeous beautiful، إنما دي خطوبة ف هقول لها زي بقية الناس congratulations. شو بتقولي لنور بهالمرحلة الجديدة من إيتي بالعربي؟ هقول لها تنبسط، ما تسمعش كلام الناس السخيفة اللي بتحط تعليقات سخيفة وهي ما تعرفناش وما تعرفش احنا مين وما تعرفش احنا بنتكلم ازاي. تنسى كل ده وتنبسط، ويا رب حياتها تبقى سعيدة. تعرفتي على خطيبها؟ طبعاً.